الخاص لخلق 500 فرصة عمل لصالح الشباب، منها 200 فرصة في إطار مشروع نموذجي لتشغيل في قطاع الزراعة. وفي هذا السياق تم تشكيل لجنة وزارية ضمت وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، ووزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، ووزير الزراعة والسيادة الغذائية، لتنسيق الجهود وتعبئة الموارد المتاحة والإشراف على تنفيذ هذا المشروع بشكل سريع وفعال. ولهذا الغرض ستخصص نسبة 20% من أصل 4117 هكتار تم استصلاحها حديثاً لفائدة ملاك الأراضي في إركيز ومبخجك بروسو، ستخصص 20% من هذه الأراضي لهذا المشروع النموذجي.